الخير والخير حيكم مشاهدي قناة العالم سوريا ضمن برنامجكم دامسكم ان شاء الله يا رب اوقاتكم تكون مكلله بكل السعاده وراحه البال، اليوم حلقتنا راح تمتد لساعه من الوقت وبدي حيي زميلك يسعد اوقاتك بالشرف. سعد اوقاتك يا مجدولين، يسعد اوقات مشاهدي قناه العالم سوريا وين ما كنتوا عم تتابعونا حلقه جديده، لقاء جديد واكيد ضيوف ومواضيع جديده بحلقه اليوم خلينا نتعرف عليهم بالعلم محطتنا الأولى بحلقة اليوم حنحكي فيها عن الصحة المدرسية بظل الظروف الحساسة الحالية ورح نشوف مع كاميرا العالم سوريا أجوبة الناس على سؤالنا شو بتتذكر من أيام الدراسة رح نسلط الضوء بحلقتنا على أصغر فنان تشكيلي عم يتصدر منصات التواصل الاجتماعي السوريه البدايه مشاهدينا مع فقره تاج العافيه، احدث التغير السريع بالنظام الغذائي وقله النشاط البدني بزياده عدد المصابين بالسمنه المفرطه وزياده الوزن، ومن ضمن المصابين الاطفال اللي بيكونوا اكثر عرضه للاصابه بهي السمنه بشكل عام، وهون يمكن يوقع العاتق على الاهل بهذا الموضوع، موضوع ضبط الاكل، ضبط الاهتمام بصحه الطفل طبعاً. بشكل عام. طبعا اكيد ما فينا نقول بس حاله السمنه اللي ممكن تصيب الطفل، وانما ايضا جمله من الامراض الاخرى خصوصا انه اكثر وقت الطفل يلي ممكن يختلط فيه مع المجتمع عم بيكون بمدرسته، ففعليا ممكن يكون حيز الضبط بعيد شوي عن نطاق الاهل وبيروح الى جانب الاداره المدرسيه. مصطلح الصحه المدرسيه اليوم هو عنوان فقره تاج العافيه لحتى نحكي فيه اكثر ونستفيد فيه اكثر ونحكي عن الواقع السوري المحلي مع الدكتوره هاتون الطواشي اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا أهل فيكم. فيك. اهلا وسهلا فيك دكتورة مانا اليوم يعني بالبداية اذا بدنا نحكي ونخبر المشاهدين عن مفهوم الصحة المدرسية دائما نسمع هذا المصطلح الصحة المدرسية ولكن بحاجة الى تفسير اكثر من قبل حضرتك تفضلي عفوا طبعا كتعريف صحة مدرسية هو المسؤولة عن السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية للمجتمع المدرسي سواء كانت طلاب وتلاميذ أو كوادر إدارية وتعليمية بالمدارس كيف بنطبق هي الصحه او السلامه الصحيه بالمدارس من خلال مجموعه من البرامج تقوم فيها الصحه المدرسيه بتركز بالدرجه الاولى فيها على الناحيه الوقائيه اللي بتتضمن التلقيح مثلا الفحص الدوري بتتضمن الارشاد النفسي بتتضمن التثقيف والتوعيه الصحيه مجموعه من البرامج اللي بتقوم فيها الصحه المدرسيه ممكن تحقق من خلالها هي الهدف اللي هو صحة وسلامة التلاميذ إن شاء الله يا رب الصحة والسلامة كل أطفالنا يا رب بالنسبة لمضمون الصحة المدرسية ذكرت حضرتك جملة من الأشياء اللي ممكن يتم تطبيقها من قبل وزارة الصحة أم وزارة التربية أم بالتنسيق في سوريا وزارة مم. التربية هي المسؤولة عن الصحة المدرسية تماما. من خلال يعني كوادر تابعة لوزارة التربية مؤلفة من أطباء وتمريض ومثقفين ومشرفين صحيين بيقدموا هاي الخدمات من خلال مراكز صحيه هي مستوصفات الصحه المدرسيه اللي بتكون متوزعه بكل تجمع مدرسي يعني في كل منطقه بيكون في مستوصف مدرسي بقدم هاي الخدمه أه. 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 اللي هي البرامج اللي حكينا عنها تماما تماما تمام اليوم أه موضوع المهام اللي ممكن توقع على عاتق الصحه المدرسيه هل في مهام معينه تتطلب أه انه يتم انجازها بشكل عام اكيد طبعا مجموعه كبيره من من المهام والبرامج وبتطبق مثل هلا نحن عم نشتغل بحمله تلقيح المدرسي اللي بدات ببدايه شهر 11 هاي احد برامجنا عندنا برامج ترصد الامراض الوبائيه اللي هو هلا كمان اخذ اهم برنامج بسبب انتشار وباء كورونا, اللي هو من ضمن الامراض الوبائيه اللي بنعملها ترصد بنحسي عدد الحالات بنشوف شو الاجراءات اللي لازم نتخذها بالمدارس للحد من انتشار هاي الامراض اضافه لمواضيع التوعيه الصحيه والتثقيف الصحي نحن كنا ببدايه الشهر عم نشتغل على موضوع يمكن هلا على المقدمه اللي, اللي حضرتكم كنت عم تحكي عنها هي انماط الحياه الصحيه أديش قديش دور انماط الحياه الصحيه في تعزيز حياه صحيه سليمه مم. للاطفال وحتى في سياق كوفيد يعني نحن حكينا بناء على هذا الشيء على النشاط البدني واهميته على ضبط التغذيه بشكل سليم وكيف نقدر نضبطها بالمدارس وإضافة للصحة النفسية اللي لها دور كتير كبير وخاصة من خلال كوفيد ظهر عنا قديش مهم الدعم النفسي طبعا. للطلاب طبعا. بسبب الشيء اللي لاحظناه والوضع النفسي اللي تاثروا فيه الطلاب من خلال الجائحه محب. اليوم نلاحظ انه في عنا بعض المدارس يعني مع كل اسف انها عم تكون خارج نطاق الوصول بشكل او باخر نتيجه لظروف اللي مرت فيها سوريا نتيجه لبعد هي الاماكن صحيح. نتيجه إن عم بيكون ما في كوادر تخدمها شو النطاق اللي اليوم عم تقدر مديريه الصحه المدرسيه إنها توصل لإله شو العواقب اللي عم تعرقلها خلينا نقول للاسف خلال سنين الحرب يعني تم تدمير اكثر من نصف مستوصفات الصحه المدرسيه نحن كان عندنا 350 مستوصف حاليا 150 مستوصف يعني تقريبا 200 او اكثر يعني تم تدميرهم بشكل كامل اضافه لخساره عدد كبير <applause> عفوا عدد كبير من الكوادر وخاصه الاطباء وحتى التمريض يعني في عنا نقص وفي بعض المحافظات في نقص أكثر من بقية المحافظات أه. هذا الشيء أدى أنه الخدمات ما عم نقدر نوصلها لكل المناطق بالدرجة اللي نحن بدنا إياها ولا سيما الأرياف البعيدة وأضاف إلى ذلك كمان وسائل المواصلات وصعوبة الوصول لهاي المناطق فعم نحاول نشتغل حاليا العام الماضي وهالسنة قدرنا نعمل شيء اسمه المشرف الصحي اللي هو هو حدا اداري موجود بكل مدرسه يضبط الوضع الصحي بالمدرسه من خلال التواصل مع دائره الصحه المدرسيه بوسائل تواصل يعني في امكانيته انه ممكن عن طريق الواتساب عن طريق التليفون عن طريق انه يعطينا المعلومات بهي المدرسه حول لنفرض الامراض المنتشره نحن يعني نحن صارت هذه الوظيفه بناء على الكورونا يعطينا عدد حالات الاصابات اللي عندهم حراره طفل تغيب بسبب المرض او في اصابه بعائلته اضافه للوضع الوبائي بالمدرسه المي ووضع الحمامات المرافق الصحيه كمان نقدر من خلالهم انه نحن نعمل شويه يعني رصد للواقع البيئي والوبائي بالمدارس فلقينا انه الموضوع كثير كان ايجابي وساعدنا كثير انه نقدر نجيب معلومات بالمناطق اللي ما عم نقدر نوصلها واضافه لهذا الشيء في عنا تعاون مع مراكز صحيه لمديريات الصحه لانه في مناطق هن يعني موجودين بمراكز اكثر من الصحه المدرسيه ففي المناطق اللي ما في مستوصف صحه مدرسيه عم يتم التعاون معهم بانجاز هاي المهام <applause> تماما دكتوره اليوم يعني موضوع الاصابات اللي ممكن يتعرض لها الى الطالب ضمن الدوام المدرسي كثير حكينا على الجانب الوبائي الاهتمام بالنظافه العامه ونظافه المياه والى ما هنالك اليوم التعامل مع الاصابات بالنسبه للطلاب شو دوركم هون شو الاصابات اللي بيتم التعامل معها من خلال الصحه المدرسيه تمام. هلا نحن من بدايه العام الدراسي عممنا البروتوكول الصحي المعتمد لهذا العام اللي له علاقه بانتشار وباء كورونا بالنسبة للإصابات في حال كان في اشتباه بحالة طبعا دربنا كل كوادرنا على موضوع التعريف القياسي للمرض الحالة المشتبهة الحالة المؤكدة مه. وعملنا اتفاقية مع مديريات الصحة لتحويل الحالات من أجل أخ... أخذ المسحات وإجراء تحاليل البي سي آر مه. بالحال أنه صار في عنا إصابة مشتبهة بالمدرسة في عنا مشوف صحي وزعنا مسيحات حرارية على كل المدارس يتم أخذ الحرارة يتم تقصي القصة المرضية إذا كانت الحالة مشتبهة بيتم إرساله للمستوصف المدرسي أو بيجي فريق على المدرسة حسب مكان المدرسة بيتم تقييمه اذا كان الحاله بالفعل يعني بحاجه ممكن انه يتم اخذ مسحه وفي حال كانت المسحه ايجابيه بنعطى استراحه وعزل بالمنزل وبتم يعني فحص المخالطين بنفس الشعبه واخذ مسحات للحالات العرضيه اذا كان في حالات ايجابيه ممكن انه يتم اغلاق الشعبه اذا كان في اكثر من حاله بالشعبه اغلاقها لمده اسبوع أه شو أو... العدد اللي ممكن يكون موجود نحن في حال نحن نوصل لاغلاق لأ حل... تام هلا أه في عدد معين نحن في العام الماضي كنا عم نقول اذا 5% من جميع الموجودين بالمدرسه مصابين ممكن نغلق المدرسه بس ما اضطرينا نغلق مدرسه بناء على هذا الشيء اليوم الصوره النموذجيه للمدارس هي وجود مرشد نفسي وجود مستوصف طبي فينا نقول واليوم نحن عم نتزامن مع شهر التوعيه من مرض السكري فاليوم في اطفال تعاني من مشكله السكري سكر الطفوله من النمط الاول هل عم بيكون اليوم مدارسنا مهيئه او مؤهله بانه هي تقدر تتابع الطفل المصاب بهي الحاله خصوصا على نطاق نمطه الصحي الغذائي اليومي هلا بالواقع ضب يعني متابعه مرضى السكري هذا برنامج كان موجود عندنا بصحه المدرسيه وعملنا حتى حملات من من عدة سنوات يعني بقدر اقول لك يمكن قبل قبل الأزمة قبل الحرب قدرنا نعمل ونضبط مرضى السكري ونتابعهم وصار في يعني حتى يروح المشرف الصحي على المدرسة ويعمل تحليل سكر لا اللهي. بس خلال فترة الأزمة صار في صعوبات بتطبيق هذا البرنامج بس نحن من خلال السنة الماضية أكدنا أنه إذا في حال مريض سكري وممكن أنه يكون هاي الحالة إذا أصاب بالكوفيد ممكن أنه تعرضه خطر اعلى من ال... بالنسبه للاختلاطات <متكلم> اه... لهيك صرنا عزلناهم وتابعناهم لهدول المرضى عم تشتغل على موضوع التغذيه يعني هلا ال... ان شاء الله خلال الشهر القادم شهر شباط حيكون عندنا مسح تغذوي بالمدارس <متكلم> لمتابعه الوضع الغذائي نشوف حالات البدانه اذا في انتشار حالات سوء التغذيه وعوز المغذيات الدقيقة. اذا في فقر دم هلا عم نشتغل على مسح اليود كمان هلا حاليا متعاون مع وزاره الصحه يتم دراسه اليود في بول الاطفال بالمدارس لحتى نحن نقدر نعرف اذا كان في نقص يود قديش عم ياثر على موضوع التحصيل الدراسي، موضوع النمو عند الاطفال لانه كثير له تاثيرات على نمو الاطفال وعلى النمو الجسدي والعقلي بنفس الوقت. تماما طبعاً. <applause> طبعاً. هذا المسح يلي وهي الدراسات والجولات اللي بتتم من خلال الصحه المدرسيه ماذا يتبعها؟ في برنامج معين بيتم اتباعه لحل هي المشاكل، <applause> في حملات معينه بتم تنظيمها وبالتعاون مع اي وجهه بتخبرينا هلا بالنسبه الموضوع. للمسح اللي هلا عم نعمله بالنسبه لمسح اليود طبعا نحن بيتم وضع يعني اضافه اليود للملح من خلاله نحن بسوريا صار في بعض الصعوبات بتامين اليود خلال سنين الحرب فصار ممكن انه وخاصه الفتره الماضيه انه انتاج بلح غير ميودن فهذا الشيء يعني عمل خوف انه ممكن هذا يكون اثر على وضع اليود ونقص اليود عند وخاصه نحن بنتجه لفئتين اللي هن الحوامل اللي ممكن نقص اليود يسبب عندهم مشاكل عند حديثي الولاده اجهاضات تاخر عقلي حتى او عند الاطفال اللي ممكن يعمل لهم هي قصور درق وصعوبه بالتعصيل الدراسي وتاخر عقلي أه. فنحن من هون انطلقنا لحتى نقدر نتاكد اذا كان اليود جيد تمام بنعزز الاجراءات اللي نحن عم نعملها أم. اذا كان اليود ناقص بدنا نبلش ندور وين المشكله بنشوف ال... قديش نسبه اليود اللي عم تنضاف للملح شو هو اليود الملح الموجود بالسوق ما في يود طبعا في تعاون مع وزاره الصناعه في تعاون مع وزاره طبعا هي هذا البرنامج بوزاره الصحه أه. بالتعاون مع التربيه تمام. ومشتركه في عدد من المنظمات الدوليه ايضا لنقدر نقدر ننجز هذا العمل نعم. نعم بالنسبه للحملات التوعويه خصوصا ان الاهل عم بيكونوا مشاركين اساسيين بالصحه آه المدرسيه بشكل او باخر فبدنا نعرف من حضرتك شو هي الحملات التوعويه اليوم اللي عم تشتغلوا عليها ان كان لتوعيه الاهل او حتى لتوعيه الابناء هلا بداية نحن الشهر الماضي قمنا بحملتين توعويتين، واحدة منها بمحافظة اللاذقية بناء على كان في عنا زيادة كثير كبيرة بنسب الإصابات باللاذقية بالكورونا، فتم إجراء حملة توعوية حول الإجراءات الاحترازية وأهميتها، ضرورة العناية بالنظافة الشخصية، تم اختيار عدد من المدارس تقريبا 20 مدرسة اللي كان فيها أكثر شيء انتشار، وتم توجه فرق طبيه للمدارس ويعني تمت التوعيه بطرق محببه للاطفال عن طريق مثلا بعض الالعاب بعض الرسومات بعض المسرحيات يعني حتى بالباحه صار يعني يعملوا نشاط مع الاطباء والتمريض أه. لاحظنا انه بعد منا بلشت تنخفض نسب الاصابات أه. الالتزام يعني كان في توزيع بروشورات ايضا توعويه بنفس الوقت قمنا حملة بمحافظه درعا صار في احداث بمحافظه درعا مع بدايه مع بدايه العام الدراسي فخوفا من تسرب الاطفال اللي تم يعني تم لهذا العام خرجوا تمام. من منازلهم <applause> لفتره مؤقته لمركز ايواء ثم عادوا الى المنازل فقمنا بحمله دعم نفسي لهم من خلال ايضا فرق الصحه المدرسيه والارشاد النفسي ولاعاده دمجهم ضمن المدارس خوفا على انه هن يعني يتاخروا بالعوده الى المدرسه وبالفعل كانت النتائج اكثر الجوانب اهميه فعليا بالفعل هذا بدنا نشكرك ختاما دكتوره هتون أمام. على هي المعلومات اللي فتنا في فيها لليوم نتمنى اكيد السلامه بدايه للطلاب وللاطفال بشكل عام شكرا لك شكراً, شكرا كثير لكم يعطيكي يعني يعني الف عافيه يا رب عفليكي. شكرا لك الله يسلمك بشار قديش نحن اليوم نسمع عباره انه انا هذا الاستاذ معلم بذاكرتي مستحيل انسى وفعليا خصوصي الفتره الاولى من دراستنا بالصف الاول، والصف الثاني، عنا دائما اساتذه معلمين بالذاكره، معلمين على شخصيتنا، معلمين بحياتنا، مخلينا ناخذ نمط معين يعني حتى, يمكن... حتى ممكن اوقات بنقتدي فيهم وبضلوا قدوه ل, ل... كتير مجالات ممكن يدخلها بالحياه ولهلا في لهم روابط عاطفيه صحيح. جواتنا، كاميرا العالم سوريا نزلت وسالت الاشخاص عن ذكريات المدرسه وخصوصا الأت... الاساتذه، وطبعا تحيتنا من منبر العالم سوريا ودعم كل الاساتذه ومنتابع الاستطلاع التالي احكي لي ذكرى حلوه تربطك باستاذ معين ايام المدرسه او ذكرى حلوه من ايام المدرسه. هلا والله بتذكر اساتذه المدرسه كانوا بصف البكالوريا. كانوا يعتبرونا الاشخاص اللي ما حيطلع لنا مستقبل بحياتنا، بس الحمد لله تخرجنا وصلنا من الجامعه وطلعنا. بزماناتي كنت هيك ببدايه العاشر فاول حصه استاذ داخل بيفرض يفرض علينا هيبته طبعا. فأنا قاعد بالصف واضح شعري يعني فانا عم أعمل هاي الحركه اللي هيك اكلت بهدله انت عم تتمايع بالصف انت عم تعمل انتم جيل بهدلنا وقفت برا انا واقف برا على الكاميرا فانا عم أعمل برجلي هيك طبعا السماعات اللي بتحطوها باذنكم كل النهار اخذت عقلكم ما عاد عندكم ما بعرف شو بهدلنا هيك نجحنا انا اسمي غريب انا اسمي اسم صبي وبنت فايام المدرسه كنا بالشعبه بنات صبيان فاثناء توزيع المذاكره ذكر اسمي الدكتور المدرس وطلع لعند الصبيان ما حدا رد وانا وقفت واستنيت وما حدا لحتى عيطت انه انا هون استاذ قال لي انت كنت نايم بالحصه عم شلفني بالقلم شلفك بالقلم وقع القلم بدي ارجع له اياه انا عم قال لي هاته فهو هاته مره قال لي اياها يعني طريقه نتور انا بعيد عنه يعني قاعد المقعد الخامس من ورا اجيت مسكته وشلفت له اياه كمان انا، هو كان لابس المريول، هو كان هيك شغل انزع شوي، لابس المريول الابيض ومظبط بريستيش تبعه بوطه جديد. شلفت له القلم عالقات باللوح، قلم حبر، فرط القلم على الحبر والبنطلون وعلى المريول وعلى البوط. ضل طول السنه مستلمني، على المريول وعلى المريول. هربان ما؟ لا والله يا راسك والله مو هربان. اذا في استاذ هلا عم يشوفك، شو بتقول اي استاذ منهم؟ آه جميع المعلمين بحييهم. لانه هن الاساس لكل شيء بالمجتمع والحياه ما اتمنى لك الخير خير بس بنفس الوقت لا عاد يشلخ بالإقلام بالمره اغلب اساتذتي بعتز فيهم طبعا وب... وبعتز اني انا كنت طالبه عندهم يعني هلا اذا استاذك عم يشوفك شو بتقول له له بحبك كثير من الأحيان لما بنقرأ شيء شغلة مكتوبة لأي شخص موهوب بالكتابة بنقول هالشخص الشخص مو حلو فكيف إذا كان عم يستثمر ملكة الكتابة بالمسرح، بالفن، بالتلفزيون والدراما؟ تماماً ومن هي الأشخاص مجدولين جهاد شربجي كاتب سوري ومؤلف وله العديد من الاعمال والمشاركات رح يخبرنا عنها اليوم ضمن حلقه دامسكو اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيكم يعطيك الف عافيه يا رب يعني مثل ما كنا عم نقول ملكه الكتابه ما بتجي مع اي شخص بتكون موهبه مزروعه فيه وهو عم ينميها ويشتغل عليها جهاد شربجي ايمت بلش يكتشف نفسه بالكتابه هلا بلشت بعمر صغير يعني كنت انا انا وصغير كنت تابع مجلات شو في قصص هيك دراميه كنت شقه وحولها لحوار سيناريو بعدين انتسبت لإذاعة وتلفزيون قدمت حكم العدالة كنت بعمر صغير فما صدقوني انه انا اللي كاتبه فيوميتها في أساتذة كثير كبار بالإذاعة والتلفزيون أعطوني ورقة وقلم قالوا نكتب لها شي سيرة فكتبت لهم يوميتها آمنوا فيني وفتت على المدرسة خلصت الجامعه وانتسبت لمعهد المامون للسيناريو والاخراج والتمثيل يعني عم تحكي عن عمر كثير صغير للمسلسل يعني لكثير من السوريين صح. يلي هو حكم العداله صح تماما جهاد صح. يعني دائما من المتعارف انه الكتاب بيكونوا شوي متقدمين بالعمر كبار بالعمر هاي الصوره العامه اللي بنعرفها صح. اليوم قديش كان تحدي بالنسبه لك هو دخول المجال بعمر صغير التعامل مم. مع اساتذه كبار واسماء كبيره اليوم بتقديم نصوص بما ذكرت يعني حكم العداله صح هلا بالفتره الاولى ليك الوضع الحالي غير الوضع الاول الاول كان فيك تقدر تقدم نصوص تحكي مع منتج تحكي مع مخرج اذا صحيح. في ماده كانت حلوه اوكي كانوا يتعاطوا معه بس هلا نحن بظل الازمه هلا الكتاب صاروا كثار والفي عندك الاعمال المنيحه والاعمال السيئه صحيح فبينتقوا منا فهل كسره من الكتاب ففي كتاب انظلموا وفي كتاب نقشت معهم صحيح مهم. هلا انا بحاجه ان نعرف مشاهدينا على ابرز الاعمال اللي اشتغل فيها جهاد هلا بال2017 قدمت بقعه الضوء واهل الغرام مهم. اجزاء الأربعة اجزاء لبقعه الضوء اهل الغرام قدمت جزء واحد كمان قدمت بحكم العداله ضليتني كمان ثلاث سنين يعني قدمت لوحات ببقعة الضوء ولوحات باهل الغرام وحكم العداله مسلسلات الذكريات بالنسبه لنا يعني بقعة الضوء قد ما عدناها مب... ما لها صلاحيه تنتهي فيها واهل الغرام هيك يعني بلامس فتره زمنيه عنا كثير مهمه نحن كجيل يعني فعليا خطر لي سؤال موضوع الدراسه الاكاديميه م -م. الموضوع الاكاديمي اليوم تعاملت مع قضايا حياتيه اذا بدنا نقول اجتماعيه بتلامس اي شخص اليوم صح. كيف دعمت هذا الموضوع بالدراسه الاكاديميه دور الدراسه اذا بدنا نقول بهذا الموضوع هلا ما كثير هلا بالحياه هي في شيء اسمه انت مستمسك بالحياه يعني قد ما تعلمت انت في هوايه يعني خلص انت ماشي على مبدا هل مين ما تخرج من المعهد فهو خلص صار ممثل ولا صحيح. كاتب ولا مخرج في عندك مبدا بالحياه انه ثقافتك اللي العقل الحياه تقدر تلامس الاشياء الاشياء البسيطه تعمل منها سكوب مثل ما طبعا. بيقولوا او تعمل منها قصه ففي كثير قصص بالحياه انت بتقدر تعمل منها مواضيع <سؤال> بس اكيد يعني مو تكون قصه صغيره تعمل منها 30 حلقه اللي هلا بنشوفها بيشطوا بيمطوا فيها فانت يا اما بتنهيها بخماسيه او بتنهيها بعشاريه صحيح <applause> ملكه الكتابه معروف انه بحاجه انه ما يكون في الها سقف لحتى تقدر تطلق للجناح وتقدر تشتغل مثل ما ملكتك بتقودك فعلياً صح. اليوم الرقابة خلينا نقول بالنصوص الدرامية بسوريا مم. قديش عم تلعب دور بإنه عم يتكبل الكاتب أو لا عم ياخذ إمكانياته ويستثمرها بالطريقة الصحيحة لحتى يطلق فكرته على شكل اللوحة اللي هو بيريدها وذكرت حضرتك إنك شاغل بقعة ضوء صح. يعني مشارك ببقع ضوء بقعة ضوء من اللوحات يعني الدرامية الساخرة الوقت يمكن كم سقف الانتقاد فيها تمام ما. كان واسع هلا فخبرنا ببقى... عن هالنقطة ببقعة الضوء كونه هو مسلسل ساخر فانت عادي انك انت تقدم شيء مبطن وشيء غير مبطن بهذا العمل، بس بقية الاعمال نحن عنا الرقابة كثير بتقصقص جناحات يعني في كثير مواضيع بترفضها وبيقبلوها برا، بس نحن نحن عندنا هون رقابة مستحيل تقدر تمرق لك اياها يعني مثلا اذا كانت فكره قصيره يمكن تاخذ ابعاد مثلا ثلاث اربع حلقات، لا بيلغوا لك النص 30 حلقه مقابل هي الفكره الصغيره. فلا ما كثير نحن بناخذ راحتنا اساسا. بتشوفي اليوم الرقابه هي يعني شيء اساسي يفترض يكون موجود اصلا بالاعمال الدرامية ما بتخيل يكون موجود لانه في كثير نصوص اساسا حلوه وواقفه لانه انت اليوم عم تطرحي فكره بت الرقابه بتيجي بت بتقلك انه هي مخله بالمجتمع ضوابط مجتمع تماما يعني بالنهايه نحن مجتمع عنده ضوابط عنده قيم معينه انت اليوم اذا ما حكيتي على هدول هي الفئه انت كيف بدك تقدري تتعلمي منها او تنصحي ابنك اخوك آه اي حدا من بهذا المجتمع طب نحن عندنا هيك شيء موجوده بالمجتمع طب نحنا خلينا نطرحها خلينا عالم تشوف قدامه يعني انت بالنهايه لما انت عم تطرحي هي الفكره اذا كانت فكره سلبيه اكيد ما حتنتهي بناحيه الايجابيه حتنتهي بسلبيه فانت اليوم المجتمع عم بيتلقى انه كرمال آه يتربى انه ما تفوت بهذا الخط ليك لوين ودى باخر مسلسل ليك شو صار فيه مم. تماما، جهاد بدنا نحكي عن موضوع دعم المنتجين السوريين لتجارب م. الشباب، قديش عم بيكون في دعم؟ قديش عم بيكون في تواصل بين المنتجين وبين التجارب الشبابية إذا بدنا نقول؟ هلا م... هلا ليك بصراحة دعم ما في دعم. المنتجين والمخرجين لأنه أساسا هن بيكونوا جايبين نصوصهم من المنتج. المخرج بيكون جايب النص من المنتج، المنتج على حسب مثلا هلا إذا كنا بلبنان في كتاب بتروح شركة الإنتاج وعد لأمتى لا يطلع النص يعني أنا يمكن يوم سوى نص لا يطلع بعد ثلاث أربع سنين صحيح اليوم في صارت كثافة بالنصوص عندهم بيكون موقعين نحن عقود وبعد سنتين ثلاثة يمكن لا يبلش يشتغل يفوتوا تصوير وينعرض <applause> <applause> فما بحس أنه الـ... نحن بهاي الظل الحرب نحن وصلنا فيها كانت أول أسهل كنت أنا بعمر صغير 17-18 سنة لما أنا قدم النص كان واو أنه فوراً ياخدوه لما انا ابعت لها بقعة او حكم العداله من ما انا انزع على الديوان انه شو صار توافقت على الحلقه أول ما توافقت لا بلاقي انه خلص وطلعت ومشي حالة من دون ما يرجعوا لي هلا لا انت بتقدمي النص لشركه الانتاج وبتنام <applause> برا انت اذا كنت موجوده برا بشركه الانتاج وانت قدمتي النص لا بتلاقي في سهوله هون صارت إنه نحن اساسا هي شركتين ثلاثه الموجوده بالبلد فنحن ما عندنا هالدعم من لا المخرج ولا المنتج إنه الكتاب كثار وشركات الانتاج تماما هي. يعني بتمنى هالرساله توصل للجهات اللي حضرتك عم تخاطبها بشكل او باخر تماماً. لحتى تقدر بس انه يعني نضل محافظين صح. على ارثنا الدرامي اللي صح. نحن شاغلين عليه خلال بعض طويل من السنوات اكيد صح. بدي روح لجانب الكتاب الإذاعية والكتابة التلفزيونية، أنت كتبت حكم العدالة وكتبت بقعة الضوء، هلا يمكن بتختلف من ناحية المضمون بشكل ظاهري ولكن من ناحية المضمون بشكل أساسي، الكتابة الدرامية الإذاعية والكتابة الدرامية التلفزيونية شو الفوارق بيناتهم؟ في هلا في فرق بالإذاعة فيك تحكي لي بدك إياه بالإذاعة وأساسا هو ما بيكون مصور اما انت اذا بدك تطلعي انت على التلفزيون كل شيء محسوب عليك يعني بيشوفوا هلا الاذاعات ما كثير بيحضروا بس التلفزيون بتضل هلا صار في سوشيال ميديا صار في حالات صار افتراضيات انستغرام تليجرام فيمكن انت اي موضوع تتناولي صعب بينتشر بشكل اوسع اما الاذاعه خلص طلعت هي مرور الكرام وراحت اللي لحق يسمع يسمع اللي ما لحق راح فينا نستثمر الاذاعه بالسوشيال ميديا يعني لاحظنا هلا بالوقت الحالي نحن ما في كثير اذاعات صحيح. اي عمل عم تقدمه عم تستثمره عن طريق السوشيال ميديا وعم تنزله صح. وتسوق له ليش ما بيكون مسلسل حكم العداله اللي مثل ما قلنا يعني هو بالنسبه لنا اخذ حيز كبير من الذاكره تماما تمام. ليش ما بيتم طرحه هو عن طريق عمل ميديا؟ درامي <applause> حكم العداله عمله بس هو عمله تمام. يمكن جزء او جزئين <applause> حكم العداله لحد اليوم هو صلوا اكثر من 13 سنه صحيح يعني صلوا كثير وبتناول قضايا عن جرائم القتل هي يعني جرائم القتل اللي بتتناول الموضوع مو سهل انه يطلع على التلفزيون طبعاً. يعني طبعاً. اكيد يعني هن من الحكم العداله عملوه مسلسل تلفزيوني عملوه على جزئين او جزء <applause> يعني انا ما بتذكر بس تناولوا المواضيع اللي خارج تتناول تلفزيون إذا اذاعه بتمرق صحيح التلفزيون مستحيل انه تمرق حتى بالمسرح ما بتمرق لانه في يمكن ترصيد للواقع بشكل تمام. اكبر ايه. صحيح. 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 صحيح جهاد اليوم يعني حكينا عن تجربتكم ككتاب بالدراما اليوم الدراما السوريه برايك من ماذا تعاني اذا بدنا نقول أه توجه العاملين بهذا القطاع للخارج حكيت لنا عن موضوع التعامل مع النصوص بين سوريا وبين الشركات بالخارج اليوم بشكل عام العاملين بهذا المجال بالمجال الفني الدراما الى ما هنالك سبب توجههم للخارج اليوم هل التوجه للخارج اضبط من توجه لهون يعني هن عم يلاقوا صدى برا اكثر ما يلاقوا صدى هون لانه برجع بقول لك هون عندنا نحن شركتين ثلاثه انتاج برا اوسع يعني انت برا عندك لبنان عندك دبي عندك كذا دوله خليجيه كله عم يتعامل معه نحن بظرف الحرب اللي نحن فيها قاطعونا يعني يوم العمل اذا كان سوري ما عم تشتري محطه لبنانيه او محطه خليجيه فلذلك نحن اليوم سهل التعامل بيكون نحن برا لانه كله متكاتف مع كله الخليج مع لبنان مع مصر بس نحن اليوم بسوريا خلص هي دائره محدوده يعني انت ما عاد فيك تتوسع بتطلع لبرا فيك تتوسع يعني ساعتها يعني انا يوم كان عندي في عمل قدمته لهون شركه الانتاج ضربوا لي رقم بهديك الحسبه انتاجه، لبينما انت برا بتطلع لبرا انه اوكي نحن ما عندنا مشكله اذا ما في اه انه نحن الشركه ما بتحملها في عندنا شركه مصريه ثانيه بتحملها، شركه اماراتيه بتقدر تحملها او نحن هون اه فرق النصوص اللي نحن هون الانتاج اذا كان الماده كثير دسمه فبتكون انتاجها كثير عالي. فنحن عم نلاقي مشكله بهذا الموضوع يعني للاسف هذا الكلام محزن بعد موجود. ما كنا وصلنا لمرحله عم ننافس الدراما المصريه اللي تعد هي الدراما الاولى صح. بشكل عام ضمن مجال الدراما اليوم مؤسف هذا الحديث انه يكون البوصله بمكان اخر والانتاج بمكان اخر بس انا بدي ضوي على الجانب المشرق بقى انه بوجود <applause> اليوم لجنه صناعه السينما والتلفزيون عم تحاول قدر الامكان انه تقرب المسافات ما بين المنتج والكتاب الرقابه وجهات الانتاج اصلا فبدي روح هلا لحاله الاعمال الدراميه او الاعمال اللي ممكن يقدمها الكاتب بنشوف احيانا اعمال فنيه بنقول والله مبينه هي اخراج فلان فهل الكتابه ذات الملكه يعني نحن لما بنشوف نص او بنشوف مسلسل بنسمع النص السيناريو والحوار بنقول مبين هذا الكاتب فلان هلا بالكتابه لا لانه انت اليوم نص عن نص بيختلف النمط بتختلف الفكرة؟ الفوارق الفوارق كثير كبيره يعني اذا بدك تحكي انت يوم على الاخراج على الماده الاخراجيه مثل الله يرحمه حاتم علي كان يعني يتبع شيء بالاخراج تقولي هذا حاتم علي تماما بس اليوم مثلا كمان عندك يوم مش هدي. لما بتشوفي اول نص من دون اذا ما بدك تشوفي انت الشارع اسلوب اسلوب الكتابه بيفرق كاتب عن كاتب مم. مم. يعني في كتابه بتطلع روحه خلص هي وحده مم. بس في كتابة بتطلع بتش... بتش... على حسب العمل تم على حسب مم. العمل يعني اليوم انت اليوم العمل بيحكي عن يعني اهل الغرام غير حكم العداله اليوم طبعا يعني اللي بده يشوفني انا انه اوف مم. واو انه شو عاطفي بتروح اوف شو مجرم تماما يعني اللي بيشوف اللي <applause> بيكتب حكم العداله انه هو نفسه كتب اهل الغرام إيه؟ صحيح صحيح اليوم ايضا من الاعمال يعني موضوع السينما شدنا نهضه سينمائيه نوعا ما مم. ضمن البلد في مشروع اذا بدنا نقول لدخول بمجال السينمائي العمل السينمائي بشكل عام ايه هلا انا عم حضر في عندي مشروعين في عندي فيلم قصير وفيلم طويل بس برجع بقول لك انه هذا بده انتاج السينما اليوم اذا هي بدها تنتج عمل عندها كوست كثير صغير فاليوم العمل مشكلة رشا شربت قالت لي أنت قلمك غالي فأنا بكتب بإنتاج عالي فاليوم السينما إذا بدها تحمل هيك نص ما ما عندها قدرة هي معها حق بصراحة لأنه أنت من وين عم تستورد بدك تاخذ مادة على قد بيقولوا الإنتاج المحدود اللي بالسينما فاليوم أنا ما فيني أقدم عمل طويل هو بيحكي مثلا بين سوريا وأمريكا لاجئ سوري هرب لأمريكا وبدك تصور يا اخي اذا ما كان بامريكا ببيروت يتصور فهذا كوسته كثير عالي السينما ما بتقدر تتحمله هو يعني الكوست تبعها كثير قليل فهي بتختصر عليك فبتقول لك انه لا نحن بدنا القصير فانت القصير احيانا يا بيكون صامت يا اما بحكي بجملتين ثلاثه وعلى دقائق كثير بسيطه بين 8 الى 12 دقيقه تماما تماما اليوم نسمع بعض الفنانين بيقول لك انا آه يا باخذ دور نوعي يا اما آه وما بشتغل غير شيء نوعي يا م. اما لا انا باخذ ادوار نوعيه وبعض الاحيان بمشي حالي بكم دور بس لانه بالنهايه هاد باب رزق اللي هو التمثيل هل برايك الكاتب يخضع لذات الامر هو احيانا بيضطر يكتب بعض اللوحات او بعض الافكار بس لمجرد انه هاد باب رزق ليكي انا ما ما عملته ولا م. انا بعمله هلا في كثير لوحات تجيني على كرمال السوشيال ميديا ما عملتها هن قد ما دفعوا بس انت اليوم بدك تشوف المنصه اللي عم تنعرض عليه بدك تشوفي مين الممثل اللي بده يؤدي طيب اوكي انا اعطيتك اليوم انا حرقت فكره للسوشيال ميديا انا عوض ما اروح اتجاه لبقعه الضوء او ببساطه انا عم بعطيها احرق لممثل لا, لا ما معروف ومخرج ما معروف واساسا الصفحه هي ما نو معروفه لبينما انا هي عوض ما احرق احرق الفكره اطورها وبعطيها لحدا تاني يكون تلفزيوني يعني مثل مثلا بقعه الضوء ببساطه هي اهم من فكره اليوم مسلسل على السوشيال ميديا صحيح. فانا ضدها في كثير ممثلين يشتغلوا هالقصة لانه انتسوا للاسف صار عم يشتغلوها من باب الرزق هي رزقتها حلوه بصراحه بس شو بدك تعملي تماما بدي اشكرك ختاما جهاد على هالاعمال اللي خبرتنا عنها اليوم اللي كانت اكيد من كتابه حضرتك وعلى امل نوصل لليوم تعافي الدراما السوريه عوده تالق الدراما السوريه والفنانين السوريين لان صدقا يعني بتستاهل هاي الدراما اليوم ترجع يعني. شكرا أكيد. لوجودك معنا اليوم شكرا لك شكرا لك شكرا كثير لك شكرا, لك. شكراً. واكيد مجدولين مكفيين معك ومع ضيوفنا ومع المشاهدين ايضا رح ننتقل مع كاميرا العالم سوريا لنتابع طفل مميز شغل وقدر يشغل السوشيال ميديا باعمال فنيه مميزه خلينا نشوف ونتعرف على اصغر فنان تشكيلي سوري ما كان عمره سنتين وريان بحب الرسم وهلأ وعمره ما تجاوز الست سنين ريان افتتح أول معرض فردي له بدمشق بستين لوحة فنية وتصدر منصات التواصل الاجتماعي وصار شخصية مشهورة بسوريا أنا هلأ ببيت ريان العبد لنعرف أكثر قديش بحب الرسم ونعرف عن هوايته أكثر منتابع كل التفاصيل سوا بهالتقرير كنت صغير وعمري شهري بحب من كتير وطبيعة وبيوت وعشب وشجر ومر وبحر وسفينة و وسيارات كان عندي بالمعرض ستين لوحة إجت الوزيرة وحبيت لوحاتي كثير وهديت لوحه وقت اجي من المدرسه بقعد بطلب وظائفي وبقعد برسم، وقت تكون عندي مغ تحب ارسم وقت اطلع على التلفزيون تحب ارسم، وقت تكون حصه الرسم برسم. انا يوم اكتشفت موهبته كنا كان صغير يعني ارسم يروح معي على المرسم عمره سنتين يعني سنه ونص طفل يعني. يمسك الريشة بشخبر لا يعرف يحكي بس يمد إيده هيك يقول لي أنا أمسك اللون بإيدي يحط الريشة هو ويعمل هيك بإيده شوي شوي حسيت عنده هاي الطاقة الهائلة إنه بده يرسم صرت أتركه أنا يروح معي يأسس معي لوحة هو صغير يمسكها ويقول لي بدي اساعدك مع إنه ما يحسن يعني يهدي اللوحة بس تركته شوي شوي صار عمره ثلاث أربع سنين خمس سنين عنده هذا المخزون القوي موجود بلش يظهر عنده صرت اعطيه لوحات وقول له بتركه على رياحته اي لوحه بيجي بدي اقول له اعمل هيك او حط هذا اللون او ساعده ببطل يرسم بده هو على مزاجه وعلى كيفه يعني ما ما حاولت انا وقف معه بس بالنهايه انسحبت تركته على حريته وقت كنت بمهرة الانسه حطتني بطاقه وكمان أخذتها معي بالشنطاية حطيتها معي بالشنطاية مشان وقت بدنا نروح على المعرض ألبسه وقمت أخذتها واجهتها على الأنسة ولبستها إياها وبعدين واجهتها لفاتي أنا ريان كثير فخور فيه وحاطت عليه أمل كبير إنه يكون فنان وبنفس الوقت يكمل دراسته ممكن يطلع طبيب مهندس بس حلو انه يجمع الموهبتين مع بعض الدراسة والموهبة هذا كثير كتير مهم ويعني بتمنى لأي طفل سوري يكون بهذا المستوى صار الوقت لجولة الصحف والصحافة مع زميلنا بشار شو عنا أخبار اليوم؟ أخبار كثيرة مجدولينها بتكون من الصحافة المحلية البداية رح تكون مع صحيفة الوطن السورية مسابقات الأولمبياد العلمي السوري بحلة جديدة 1603 طلاب يتأهلون للمرحلة الثانية من موسم 2022 كشفت رئيسه هيئه التميز والابداع الدقاق عن انطلاق مسابقات الاولمبياد العلمي السوري للموسم 2022 بحلة جديدة واكدت الدقاق في تصريح استمر استمرار ان استمرار خطوات الاولمبياد العلمي السوري بشكل عام في هيئه التميز والابداع بالكشف عن مواهب التميز العلمي التخصصي بمختلف العلوم من الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الاحياء بالاضافه لها المعلوماتيه من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات لخوض منافسة الأولمبياد العلمي السوري التي تقام هذه المرة بآلية جديدة وسط مشاركة مشجعة ساهمت ببلوغ أو الوصول إلى إذا بدنا نقول لمبادرة أعضاء رابطة خريجي هيئة التميز والإبداع ضمن مشروع سفراء الأولمبياد هي بشكل عام خبرنا الأول عم يحكي عن الأولمبياد والإنجازات العلمية السورية بشكل عام رح ننتقل لخبرنا الثاني اللي عم بيكون من سانا إطلاق الموسم السابع من مسابقة السيناريو للفيلم القصير. أعلنت المؤسسة العامة للسينما عن انطلاق وإطلاق الموسم السابع من مسابقة سيناريو الفيلم القصير للعام 2021 في مسابقتي سينما الواقع الراهن والاطفال وحددت المؤسسه في اعلانها الذي تلقت سانا نسخه منه موعد قبول طلبات المشاركه بالمسابقه بدءا من الغد ولغايه الثالث من شهر شباط القادم ودعت المؤسسه الراغبين بالمشاركه الى تقديم ثلاث نسخ ورقيه ونسخه واحده الكترونيه من السيناريوهات المشاركه والسيره الذاتيه للتقدم اضافه لصوره عن البطاقه الشخصيه الى ديوان المؤسسه في دمشق تاتي مسابقه اكيد السيناريو للفيلم القصير في اطار مساعي مؤسسه السينما لدعم المواهب الشابه في الفن السابع ومنحهم فرص مناسبه انتاجيا لتقديم اعمالهم بشكل عام طبعا الحركه اللي عم تصير على صعيد السينما وعلى صعيد الدراما بتبشر بالخير يعني بشار لما بنلاقي نحن انه في حركه غير مسبوقه ما قبل الازمه كانت موجوده ولكن خلال سنوات الحرب على سوريا كانت شوي شوي عم تتلاشى فاليوم شوي عم نشهد التعافي ان شاء الله تمام اكيد مكفيين مشجولين باخبارنا ورح ننتقل لأخبارنا الثالث من صحيفه تشرين ذهبيتان وبرونزيه لسوريا ببطوله العالم للكاراتيه في صربيا حصل الطفل السوري دانيال ايمن اباضه على ميداليتين ذهبيتين في الكاراتيه الجماعي والكاراتيه الجماعي ميكس خلال بطوله العالم للكاراتيه شوتو كان الثامنة والعشرين المقامة في صربيا وحصل أباضة على ميدالية برونزية في القتال الحر بينما حصل الحكم واللاعب السوري المقيم في بلغاريا محمد حسن الذي اصر ان تكون مشاركته باسم سوريا على الميداليه البرونزيه في القتال الحر، كما اصر المدرب والحكم محمد الرفاعي الحامل الجنسيه الرومانيه على المشاركه باسم سوريا حيث رفرف العلم السوري عاليا في هذه البطوله. طبعا اكيد يعني شبابنا السوريين وابنائنا السوريين ما عم بيروحوا اذا عندهم قدرات وشاغلين عليها صح يرفعوا اسم سوريا تماما خبرنا الاخير رح يكون من صحيفه الثوره السوريه اطلاق مبادره طبيه وانسانيه وسوق للملابس الشتويه في القنيطره بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعيه صالح السويد اطلاق عدد من المبادرات التي تقوم بها محافظه القنيطره مشيرا الى ان اقامه اسابيع خدميه تخصصيه من خلال جهود المتطوعين من القطاع الطبي والاطباء والصيادله واطباء الاسنان والمعلمين ضمن المحافظه بحيث تنفذ كل منها لمده اسبوع كامل اعتبارا من اليوم ولمده اسبوع وتم تحديد المناطق المستهدفه وتامين المواقع لازمه وتحقيق سهوله الوصول وتلقي الخدمات اضافه الى اقامه سوق بما يتعلق بالملابس الشتويه واسعار وعم تكون هي الملابس ايضا ضمن اسعار مخفضه يقدمها الصناعيون بالتنسيق مع غرفه صناعه أو بشكل عام مع غرفه الصناعه وستنفذ لمده عشره ايام طبعا كثير مهم هالفعاليات تكون متواجده بما تبقى من المحافظات السوريه لانه اعتدنا انها تكون اغلبها بدمشق، فأنا تنتشر على صعيد المحافظات السوريه شيء ايجابي كثير كثير وشكرا لك بشار على كل الاخبار اللي قدمت لنا اياها، يعني ان شاء الله يا رب دائما هيك اخبارنا تكون مفائله إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يوم بعد يوم عم نلاحظ قديش التكنولوجيا عم تسيطر على مفاصل حياتنا بشكل او باخر خصوصا على اتمته المعلومات ومفاصل الحياه تماما مجدولين ومن ضمن هي التطورات تطور التعاملات الماليه والاقتصاديه للحديث عن العملات الرقميه والبنوك الرقميه اللي عم نشوفها عم تنتشر مؤخرا ببعض الدول رح يخبرنا عنهم اكثر خبير التكنولوجيا والمعلومات الدكتور عمار دلولي اللي صار معنا ضمن استديو دامسكو لليوم اهلا وسهلا فيك دكتور يسعد مساكم اهلا وسهلا يا رب دكتور. بالبدايه حابين نعرف من حضرتك شو هي العملات الرقميه الحقيقه العملات الرقميه باختلط مفهومها كثير بينها وبين العملات المشفره وبين الموضوع موضوع البنك الافتراضي وموضوع البنوك الديجيتال بانكينج البنوك الرقمي لكن عملات الرقميه والى اخره ولكن العملات الرقميه هي اي عمله هي ولكن نقدر نتعامل معها او نتداولها من, من خلال منصات الكترونيه رقميه فهي صارت عمله رقميه بغض النظر هي تبعيتها او إنشاءها او مصدرها من وين تماما دكتور اليوم عم نسمع كثير عن موضوع عملات رقميه وعملات مشفره طيب. شو الفرق بيناتهم شو فرق حتى باليه التعامل والتعاطي فيهم العمله الرقميه هي اي عمله آه ممكن تكون ممكن مثلا ليره سوريه ولكن عم بتعامل معها من خلال منصه الكترونيه لبنك أه. لبنك مركزي لبنك آه مصرف يعني أه. آه وبتحول هالعمله من خلال منصه من مكان لمكان فهي عمله رقميه صارت عم تعامل معها رقميا يعني أه. ولكن لما تعمل رقميه تشمل الفيرتشوال كرنسي اللي هي العمله الافتراضيه أه. وبتشمل الكريبتو كرنسي اللي هي عمله مشفره أه. فالعمله المشفره هي عباره عن عمله موجوده هي ذات قيمه بحد ذاتها كعملة وعباره عن باينريز يعني عباره عن مجموعه من الوحدات والاصفار بتشكل مصفوفه مشفره بيز على عده تقنيات منهم تقنيه البلوك تشين لتشفير هي العمله وبتصير هي بحد ذاتها قابله للتداول كعمله لها اسم بنحط لها نيم مثل البيتكوين والى اخره <applause> ومنتداوله وزاد قيمه واتجاه باقي العملات تماما تماما اسباب ظهور هي العملات دكتور حقيقه الفكره لما نحن رحنا باتجاه يعني اذا بدنا نرجع شوي لورا بس تبلش تطور الاقتصاد الرقمي بشكل عام ومتوقع انه بال 2025 يكون عم يشكل بحدود ال 24 ل 25% من الاقتصاد العالمي والناتج القومي العالمي كاقتصاد رقمي فصار هون بحاجة نحنا لنتداول ضمن الاقتصاد بعملة موجودة على شبكة الإنترنت هون بلش بلش ينتج فكرة إنه يكون في عملة للإنترنت عم تتداول ضمن شبكة الإنترنت لما بلشت تظهر فكرة إنه نعمل عملة رقمية وكون الإنترنت معرضة للاختراقات بشكل كتير كبير بلشت تظهر نظريات تشفير منها نظريه البلوك تشين انه هي عمليا نظريه البلوك تشين ما بتفاصيلها هي من اهم الطرق لانه اليه انه تكسر التشفير تبعها شبه مستحيله وبالتالي اليوم العمله الرقميه هي نشات ساوت تحت شي عمله مشفره بلشت تظهر العملات المشفره اللي تداول من خلال الانترنت فصارت المنصات تعتمدها فصار بعد بعد ال... بعد بعد فتره لما صارت منصه كبيره كثير تعتمدها وعم تقدم خدمات صار مضطره بعض المصارف تتعامل معها وبالتالي صارت تعمل قيمه لهالعمله الرقميه مقابل قيمه لعمله عاديه خلينا نقول عمله ديجيتال او عمله ورقيه طبعا. وبالتالي صار لها قيم نقدر نكيشها بعمله ورقيه تماما اليوم دكتور قديش قادرين نستفاد من هذا الموضوع ضمن الحياه اليوميه اليوم التعامل بالمال والنقد والاقتصاد موجود بكل مفصل اذا بدنا صح. نقول بالحياه قديش اليوم قادرين نوظف هذا الموضوع في هون من... يعني وجهتين نظر اول وجهه نظر اذا عم نحكي عالميا طبعا كل العالم قادر يستفاد من القصة انه يروح باتجاه توحيد العملات باتجاه حركه الاموال اسهل الحوالات بين الشركات العالميه باتجاه المشتريات باتجاه عملية نقل الأموال الأموال قصة كبيرة باتجاه توحيد الأسعار ولكن عم بحكي عن مستوى الصعيد الداخل سوريا بوضعنا الحالي فاتنا كثير كبيره من موضوع خرق العقوبات اليوم خرق العقوبات كثير شغله كبيره لنا ومهمه فاليوم العمله الرقميه هي احد الطرق المهمه أو العملة المشفرة كريبتو كرنسي. لنقدر من خلالها نعمل حركة مال نستفيد منها لنقدر نعمل مقتنيات أو نشتري أشياء أو نعمل خدمات أو نحمل أموال داخل وخارج القطر بعيدًا عن الساكشن لأنه اليوم الحوالات مرتبطة بأنظمة عالمية مثل السويفت وإلى آخره واليوم إذا في عقوبات فأنا اليوم مونيتورد يعني مراقب من كل الحركات من خلال منظومة مركزية اللي هي مثلًا منظومة السويفت بينما العملة الرقمية والمشفرة ما حدا بيقدر يراقبها في الأرض وبالتالي اليوم انا بقدر من خلالها لما ببلش بقله بشويه مصاري من خلال كدوله عم بحكي لكريبتو كرنسي بكون في اداره صح عليها وبقلبها بربطها بكريبتو كرنسي داخليه يعني يجي واحد يشتري ليره سوريه مشفره مثلا او ما بعرف شو العمله ويربطها بكريبتو كرنسي خارجيه ويصير المصرف المركزي او اي مصرف متحكم فيها هون قادر اعمل كسر كثير كبير للعقوبات وخاصه انه الصين طلعت كريبتو كرنسي خاصه فيها وهي شغله كثير مهمه وروسيا عملت هيك نفس الشيء في عملات ظهرت كثير مثل اكس ار بي مثل بيتكوين والى اخره تماما تماما طب دكتور نحن بنعرف انه اي نظام تكنولوجي او له علاقه بنظم المعلومات هو قابل للاختراق من خلال الثغرات الموجوده فيه قد ما كان في حمايه فألا يخشى على العملات الرقمية بأنه يتم اختراق أمنا ما بتعرض العملاء لخطر؟ هلا الفكره منها انه هي ما في ما موجوده بمكان مم. تمام يعني انا اول شروط الاختراق بدي يكون الداتا موجوده بمكان تمام فاذا هي موجوده بمكان انا قادر فوت وبلش فكر كيف بدي اخترق خلص نظريه العمله المشفره ومعتمدة على تقنيه او, أو نظريه البلوك تشين هي انه بتكون عمليا مجموعه داتا موجوده بكذا مكان مترابطه بطريقه لحد ما بيمشي الحال تمشي بسلسله لنقدر نقراها هلا اي شيء مره بنعمل حلقه كامله عليك في تفكير بلوك وبالتالي غير قابل للاختراق يعني بالكونسبت ما انا قادران نختفي تماما 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 موضوع البنوك الرقميه صرنا عم نسمع فيه ايضا مؤخرا خبرنا اليوم على الاليه اللي ممكن يعمل فيها مم. البنك الرقمي مم. وقديش انا قادر اوثق بوجود بنك رقمي من حيث مدخرات والى ما هنالك هلا هو الحقيقه الترند بده يروح اجبار ديجيتال بانكينج يعني كان في بانكينج وصار يعملوا له موبايل ابلكيشن موبايل بانكينج وصار في اي بيمنت دفع الكتروني بالاخير ولكن هو الديجيتال بانكينج الكونسبت هو الترند لانه سهولة التعامل مع مع البنك وسهولة التعامل مع المدخرات وسهولة التعامل مع الارقام حتصير اسهل بكثير هلا هون براتفه لازم يكون بمفهوم الديجيتال بانكينج امن معلومات عالي لانه اليوم هون صرنا عم نحكي عن الاختراق لما يكون عندي ديجيتال بانكينج فانا صرت داتا تبعي اللي هي صرنا انا عامله رقميه بطلت عامله كريبتو كرنسي صار انا عندي هون مصاري موجوده بمكان ما اللي هي ديجيتال بانكينج عم بشوفها من خلال منصه الكترونيه وحركها من خلال منصه الكترونيه مم. هون صار عندي خشيه من الاختراق هون بدي ركز على امن المعلومات فالديجيتال بانكينج لازم يرادفها على مستوى الحكومه عم بحكي لما بدي طلع انا بنك ديجيتال بانك او بنك رقمي بده يكون برادفها ضوابط صح وتشريعات صح لامن المعلومات وبده يكون بقى هون عم فوت بقى بنظريات عمليه الداتا والدي ار تبع الداتا وكيف احفظ داتا بمكان ثاني وكيف رجع الداتا والى اخره فهون بده يكون عندي منظومات تدخل سريع في حال صار في اختراقات اللي مثل انسيدنت ريسبونس سريعه أه. بده يكون عندي منظومات العلاقه باوبريشن على السكيورتي على الديجيتال بانكينج فديجيتال بانك مرتبط صار اكثر بنظم اي تي اكثر من نظام مصرفيه طبعا أه. نظام مصرفي بحدد ضوابط مصرفيه ولكن بده يفرض عليهم ضمن ضوابط مصرفيه هون صرنا عم نحكي بقى عن تكنولوجيا صرنا عم نحكي عن منظومات بتدير الديجيتال بانكينج أه. تكون معموله صح مبنيه صح هيكلت صح لانه انت صار دا المعلومات والمصاري المصاري هي كلها داتا صحيح فهون اذا البرمجيه ما كثير مضبوطه أمان. وما انا كثير مجربه وما كثير تستد ما بتعتمد قواعد بيانات كثير مهمه ومرتبه صح حتعملنا ازمه كثير كبيره تماما ذكر دكتور قبل شوي حضرتك انه دول عظمى تعتبر من الدول اللي اسست لعملات رقميه مثل الصين وروسيا وغيرها قديش عم تكون العملات الرقميه متاحه للجميع اليه عملها ودفع فيها كيف هلا هي متاحه لانه اي حدا فيه يفوت على منصات مم. تداول ويشتري عمله رقميه، مم. صارت متاحه على ستوك ماركت بشكل عام تمام يعني. وقيمتها تعادل مثلا عمله اجنبيه ما ام عمله البلد المحلي عمل اللي عم يتعامل فيه العميل هو الفكره بقى هون كله عم يربط بعملات مم. بس ولكن هي غالبا بصار يربطوها بسله عملات تمام فبتلاقي هي عباره عن سله عملات عالميه مرتبطه بالعمله الرقميه بحيث انه اليوم السله بتكون ستيبل لانه اذا بدي أربطها بعمله بلد ما واللي وهذا البلد صار عنده اشكاليه عن عمله فهون برتبط انا فيها فلما بعمل سله عملات بيكون الريسك اخف تمام <applause> <applause> انه يكون عندي ريسك على الكريبتو كرنسي هلا اليه التعاطي فيها انه انا بفوت على ستوك ماركت اللي منصه تداول مثل البورصه والى اخره قادر انا اشتري والداول الكريبتو كرنسي اللي هي عملات مثل البيتكوين والى اخره هلا كيف بقدر استعملها اغلب المنصات العالميه اللي بتبيع منتجات او بتقدم خدمات صارت معتمده البيتكوين كاليه دفع او خلينا نقول وسيله دفع وبالتالي اليوم بالوسيله هي اللي هي صارت نقد الكتروني خلينا نسميه قادر اشتري المنتج يستقبله مني ويعطيني كونفيرم واشتري المنتج فبالتالي صار هو عمله حقيقيه تماماً, تماما تماما دكتور يعني الحديث عن موضوع التكنولوجيا وسيطرت على الجانب الاقتصادي كبير وواسع، صحيح. اليوم قديش عندنا بنيه تحتيه قابله لاستيعاب هذا التطور ضمن البلد، قديش قادرين نستفاد من هذا الموضوع مع الحفاظ على خصوصيه وعلى حاله الامن اذا بدنا نقول المعلوماتي بما يخص الاقتصاد. اليوم نحن الواضح تماما انه توجه الدوله كلها واليوم كذا مره ذكرها السيد الرئيس بكذا خطاب انه نروح نتحول رقم. <applause> اليوم لما بنحكي تحول رقمي بنحكي عن أهم أركان التحول الرقمي هو إنه يكون عندنا دفع إلكتروني دفع إلكتروني أحد أهم طرق الدفع الإلكتروني إنه يكون عندنا عملات رقمية أو عملات افتراضية لأنه أنا عمليا المصاري صارت موجودة ضمن محفظة إلكترونية أو حساب إلكتروني أو صحيح. شو ما بدك تسميه حسب التسميات اللي سموها بالمركزي، وبالتالي اليوم هذا الحكي يقتضي انه انا اليوم يكون عندي بنيه، هلا قديش عندي بنيه؟ انا ماني كثير بالتفاصيل اكيد، بس مم. آه واضح انه في بنيه عم تنبنى لانه عمليا مثلا في مشروع توقيع رقمي هو مؤثر كثير بهذا الموضوع صحيح. آه اطلق، في مثلا شيء له علاقه بشركات دفع الادخار صرنا نشوفها. صحيح آه في شيء له علاقه بالمركزي اكيد عم يشتغلوا شيء، المصارف صارت تعلن الخدمات الكترونية وبالتالي كان في واضح من الرؤية أنه في خطة لبنية مهمة لهذا الموضوع موجودة هلا قديش وقتها وكيف بدها لا سيما أنه طرحت استراتيجية تحول رقمي شاملة صحيح وأعلنت وقروها رئاسه الوزاره وقررت الاستراتيجيه وبلشت ابتداء من هي السنه جاء 2022 لل 2030 ومعناتها في شيء بده يصير اجباري تماما، طبعاً. بالنسبة لخاصية الدفع الإلكتروني يعني عنا بسوريا، هل في قطاعات معينة يطبق عليها قطاعات أخرى لا؟ هلأ المفترض كل القطاعات لازم يطبق لأنه نحن نوصل لمحل لازم أي حاشي نقدر نعمل له عملية دفع إلكتروني، فبنلاحظ أنه أغلب الوزارات بلشت تعمل نوع من أنواع البنية أو البرمجيات مم. اللي هي حقق جيت يعني عمليا بوابه للدفع الالكتروني لها فبتلاحظ وزاره معينه بغض النظر اسم وزاره عم اعلن عن شيء انه بنعمل بوابه دفع بنعمل بوابه دفع لا طيب. انه صار في شركه سوريه تملكها الدوله اسمها الشركه السوريه للمدفوعات هي شغلتها تربط مقدمي خدمات الحكوميه اللي بتقدم اي خدمه حكوميه ومفوترين حكوميين تمام أه. مع اي بنك او اي جهه دفع الكتروني لتقدر تعمل عمليه دفع شو المعوقات اللي بتعيق ان نحن نباشر بالدفع الالكتروني وبرق و يعني واتمتت معلوماتنا بشكل كامل لا انا شوف على المحلي الوجهة طبعا وجهه نظر هي وجهه نظري الشخصيه طبعا كخبير برايي هي مشكلتنا نحن انه نعمل ثقافه الترند تبع الدفع تمام صحيح يعني انا اليوم كلياتنا قدرانين بكره الصبح ننزل نعمل اي حساب الكتروني باي مصرف ونعمل عمليه دفع طبعًا. الكتروني طبعًا. ولكن انا بقول لك بكره الصبح بيجي بيقول لي اذا مثلا بيجي بشار بيقول بكره انا عملت حساب الكتروني حدزيته وبدي أنزل أدفع لعم ما لقيت غيرت محلين من أصل 20 محل بمنطقة سوق عم يستعملوا بالدفع الإلكتروني وبالتالي وين المشكلة المشكلة في الثقافة فاليوم أنا برأيي أهم من كل أنه نقعد نعمل بنية تحتية أمام. لازم على التوازي وبنفس الأهمية نعمل مشروع تثقيفي وتوعيه للدفع الالكتروني أمامها. على مستوى المجتمع صحيح صحيح اليوم دكتور موضوع المخاطر اللي ممكن تترتب على هذا التطور اذا بدنا نقول في مخاطر معينه ممكن تاثر على الاقتصاد ببعض الاماكن وخاصه انه ممكن يكون مرتبط الموضوع باقتصاد بلد كامل بشكل عام بالحقيقه هو الموضوع عكسي لانه اليوم انت عندك نسبه كثير عاليه من الاقتصاد السوري صار اقتصاد ظل اقتصاد غير مصرح عنه ضمن الدوله بسبب انه صار في تداولات غير مصرح لنا إن كان خارجية داخلية، أو إن كان داخلية داخلية، أو داخلية خارجية يعني أنا اليوم إما في مصاري عم تجي من الخارج بسبب خدمات عم يقدمها حدا بس واحد قاعد مبرمج ببيته عم يعمل شيء لحدا برا أو عم يعطي دروس يمكن صحيح وعم تجي هالمصاري من برا بطريقة ما منعرف كيف هون مصاري عم تجي ما منعرف شو هي وبالتالي هذا اقتصاد الظل الاقتصاد الظل ما بيطلع وما بيبين معنا وما بنقدر نحن نتحكم فيه او نشوفه وما لانه بدنا نضايق الاشخاص هدول ولكن لنقدر نقدر نعمل شيء نبني خطه اقتصاديه بناء على الناتج اللي عم يبين عنا ما بيبين غير اذا رحنا باتجاه دفع الكتروني لما يعني انا بفتح له البواب انه يستقبل بالطريقه صح يدفع بطريقه صح ويكون على منصات موجوده صح تمام ويستعملهم وصار يرجع يقدر يستعمله لانه انا بيمني يستلمه ويقعد عليه اونلاين صح يرجع يستعمله تماما وبالتالي هون صرت انا عم بحول اقتصاد الظل لاقتصاد حقيقي وبفوتوا بالاقتصاد الوطني وبين عندي بالعكس بينمو الاقتصاد بشكل كثير كبير تماما تماما يعني مثل ما ذكرت حضرتك مصطلح كثير مهم اللي هو اقتصاد الظل نحن بحاجه نعرف عنه اكثر ان شاء الله بحلقه قادمه شاء الله. باذن الله, الله. بدنا نشكرك كل الشكر على المعلومات اللي قدمت لنا اياها دكتور عمار دلول وشكرا كتير وان شاء الله مثل ما ذكرنا على حلقات قادمه بيكون عندنا معلومات اغنى ان شاء الله, شاء الله اكيد شكرا لك دكتور واكيد مجدولين يعني للاسف لو ما وصلنا لختام حلقه اليوم على امل تكون التكنولوجيا بادره خير وهيك تحل اذا بدنا نقول في الازمات نقول. اللي ممكن نتعرض لها لقنا بجدد معكم بالحلقه القادمه مشاهدينا لوقتها تبقوا بالف خير لا تنسوا تتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام ويوتيوب موقعنا الالكتروني العالم سيريا دوت كوم بانتظاركم لحتى تتابعوا اخبار سوريا وايضا العالم لحلقتنا القادمه تبقوا بكل الخير